القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقا كل آن. فيض الجمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير. فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان. هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود. نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. فيض الجمال وكل آيات الهدى ولطائف. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. لازلنا نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان اللطائف القرآنية، لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. اخترت عنوان لطيفة الليلة من كلام إمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وهي لطيفة جميلة عنوانها أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. إشارة لها معنى، ولطيفة رقيقة لها مغزى، وقاعدة جليلة لها فقه. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الحبيب، ما هي الاستقامة؟ الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل. والاستقامة شرعا هي لزوم الصراط المستقيم، لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تكون الأقوال مستقيمة على الصدق، وأن تكون الأعمال مستقيمة على الاتباع، وأن تكون الأحوال مستقيمة على الإخلاص. أي جمال هذا وأي جلال هذا! ألم أقل لك، قال شيخ الإسلام: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. قال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. قال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة هي الإخلاص. قال علي رضي الله عنه: الاستقامة هي أداء الفرائض. يا إلهي، كل هذا في هذه الكرامة؟ نعم، ألم أقل لك إنها أعظم الكرامة لزوم الاستقامة؟ ولكن من منا يستطيع أن يحقق الاستقامة بهذه المعاني؟ لا أحد. نعم، أقول بملء فمي، لا أحد. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان، قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تحققوا كمال وتمام الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولذا نقلنا صلى الله عليه وسلم إلى المقاربة من كمال وتمام الاستقامة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. إن لم تستطيعوا كمال السداد أي كمال الاستقامة فقاربوا، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بل لقد بين لنا صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم العبد أنه يستطيع أن يدخل بهذه الأعمال جنة الله، بين لنا صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. تدبروا هذه المعاني أيها الأفاضل. جزاء الاستقامة لا يعلمه إلا الله، وفضلها عند الله تبارك وتعالى عظيم. في الدنيا سعادة، وفي الآخرة نجاة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أما في الآخرة فتدبر قوله تعالى الذي ذكرناه في أول اللقاء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قل آمنت بالله ثم استقم، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عمرة سفيان بن عبد الله، قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أحمد قال سفيان: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ رسول الله بلسان نفسه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انظر، تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ للعلماء قولان: الأول تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت في لحظات السكرات والكربات، تتنزل الملائكة بهذه البشريات لأهل التوحيد والإيمان والاستقامة على الطاعة وعلى التوحيد وعلى أداء الفرائض وعلى الإخلاص: ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم يا أصحاب هذه الوجوه النيرة؟ يا من تحملون هذه البشرة الخيرة؟ والجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأما الوقت الثاني تتنزل الملائكة عليهم يوم الخروج من القبور، يوم البعث والنشور. إذا خرج المؤمن المستقيم على طاعة الله وعلى توحيد الله من قبره وجد ملائكة الله في انتظاره واستقباله، قد هيأت له من ركائب الآخرة ما الله به عليم، ليركب المؤمنون المتقون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ليركب المؤمنون المتقون المستقيمون على طاعة الله ومنهجه. ثم تبشرهم الملائكة بهذه البشرى: ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أيها الأحبة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. رزقني الله وإياكم كرامة لزوم الاستقامة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. جمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير، فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان، هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود، نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان. القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقا.